اهلا بكم مع مهند من بن حموده للسيارات 0505163525. اليوم هنكلمكم عن السياره التريل بوست الشكل الجديد الجير الارضي ام سي ام، يعني 10 غيار 355 حصان في 8 5.3 دايناميك فيول مانجمنت، يعني السياره بتشتغل بدايه من سلندرين اثنين فقط، بقيه السلندرات بتكون حره ودايناميك، تفتح وتقفل حسب الار بي ام عشان استهلاك بترول اقل طبعا، و10 غيار. ويلا بينا نشوف المواصفات وايه التعديل اللي تم على السياره دي. سياره شاهين بي اتش اديشن مميزه جدا، ويمكن دي اخر حبه عندنا. يلا بينا. زي ما انتم شايفين طبعا ادي شكل المفتاح، احنا عرفناه خلاص، تشغيل عن بعد، فتح الكارير او الدبه الخلفيه تمام، وفتح وقفل اللوك العادي. وده شكل السياره شاهين اكستريم من بن حموده للسيارات. لو انتم شايفين هقول لكم التعديل ايه اللي تم على السياره اللي قدامنا دي فعليا. عندك هنا دعاميات الشاهين الاماميه، تصفيح عند الجير والماكينه تحت، الاضاءه ال LED على الجنب وفي الوسط على الجنبين وفي الوسط، وشعار الشاهين تمام. طبعا شعار لونه اسود، في غطاء للمحرك هنا موجود من المصنع مضاف عليها. هو شكل طبعا ما فيش فيه فتحات للتهويه ولا حاجه، هو ديزاين فقط يعني. والزد 71 بلون اسود دخاني مطفي، والانتنه الصغيره. هنا عندنا الرفارف والتواير متبدله طبعا مع الرنجات وسبيسر. الطواير دي طبعا باها ميكي تومسون. تعال نشوف الاي اس 285 على 17 على 70 على 17 طبعا تمام. السيارة دي مرفوعة 2 انش من المصنع، عليها سسبنشن اسمه رانشو من المصنع طبعا. هنا شاهين اكستريم على الابواب، والدواسة الخطوة الواحدة على الابواب، شعار الشاهين باللون الاسود. ده شكلها كامل، انتوا عارفين خلاص التريل بوس، بس دي الشكل الجديد. وهنا زي ما انتوا شايفين في الاكزوست تيب باللون الدخاني. طبعا السياره الحوض تبعها مرشوش جار او زبرت، خلينا نقول بيت كوتينج. شعار التريل بوس، ستوب لايت اللي ورا، نقاط عمي على المرايات. نشوف الداخليه. طيب اول حاجه بنلاقيها هنا طبعا الداخليه دي متبدله عشان دي بي اتش اديشن، كانتارا باللون البني الغامق متناسق مع لون السياره. الدواسات زي ما انتم شايفين بني على احمر. وهنا السيت طبعا هنا جلد او ليذر جلد مع الكانتارا في النص اللون الاحمر، حتى الحزام احمر ما شاء الله مميز جدا. موجود كمان على الداشبورد من فوق التابلو حتى في خط احمر. ده الجير الارضي، تعالوا نشغلها لو اشتغلت نشوف ايه اللي هيحصل. بسم الله. دي الرساله الترحيبيه طبعا بتاعتنا احنا عارفينها. عداد الديجيتال، شاشه بالجوجل اكاونت، كيف احنا عارفينه خلاص. جوجل ابل، جوجل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، واي فاي، اون ستار سيرفيس. ده شكل الداشبورد. تمام ما شاء الله شكلها مميز جدا، وموجوده فقط في بن حموده للسيارات. احنا بنعمل سيارات محدده و بنعمل سيارات عددها قليل جدا في الستوك، يعني بتكون واحدة او اتنين مثلا في السنة كلها، ودي واحدة منهم تمام. وفي انتظار اتصالاتكم 0505163525. مهند بن محمودة للسيارات. تعالوا ننزل نبص بس اخيرة عليها من تحت او من بره، مش
من تحت ولا حاجه. ده شكلها، ده شكل الاضاءه كلها LED، ده شكل الكشافات وهي اون. تمام، يلا في انتظار اتصالاتكم، واللي يلحق ياخد السياره دي يلحقها، واهلا بكم.